مهرجان المسرح التجريبي يطلق دورته 30 في القاهرة بمشاركة 19 دولة عربية وعالمية، قدمت عروضا متميزة بالإضافة إلى 8 جلسات وموائد مستديرة يحضرها نخبة من الأكاديميين والمسرحيين والنقاد والمخرجين العرب. الدورة 30 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تزدان بمشاركة أكثر من 30 مسرحي عراقي، وهي المشاركة الأكبر بين الوفود. هنالك عرض مسرحي عراقي ملف 12 للمخرج الشاب مرتضى، مجموعة من الشباب الواعدين في المسابقة الرسمية، نأمل أن ينال عرضهم قبول الناس ولجنة التحكيم، وهو من إنتاج وزارة الثقافة دار السينما والمسرح. كذلك هناك تكريم للناقد العراقي الألمعي الأستاذ عواد علي، وأيضا مشاركة العديد من الباحثين والأساتذة العراقيين في المؤتمر الفكري والندوات المصاحبة للمهرجان. الأستاذ عواد علي العراق. ترجمتنا للمهرجانات بصورة عامة أنه تلاقح لمجموعة أفكار تصير ما بين بيئات عدة، بالتالي تولد إلى نتيجة تحريك مخيلة واستمتاع مشاهد، وهذه اللي دي يصير حقيقة، يعني هو دواعي صحية جدا فنية. المهرجان من عنوانه يفسر عروضه أنه يقدم الفنانين المسرحيين بالعالم عربا وأجانبا، يقدمون عروض مسرحية فيها شكل جديد وفيها تجريب، وهذا نقطة لصالح هذا المهرجان اللي استمر من عام 88 لحد الآن. المشاركة العراقية في هذا المهرجان باتت واضحة بحضور لفيفا من الأوساط الفنية والمسرحية. قدم العراق عرضا مسرحيا بعنوان الملف 12، والذي حظي بإشادة عربية واسعة. أنا أرى الدورة هذه إن شاء الله فيها مجموعة من الشباب الحقيقة، وهذا شيء جميل ويطلش الصدر أن يكون الرواد موجودين ودعم الكبير للشباب. مبروك للعراق إن شاء الله غدوة بداية المهرجان العرض، فنتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، ونتمنى لكل المشاركين، لأن الأهم من الجوائز هو هذا اللقاء. أن العراق بتاريخها العريض والكبير يعني تمثل حجر أساس في كل المهرجانات الفنية والدولية المسرحية والسينمائية، فأعتقد أنه وجود العراق بتاريخها الكبير وبتطورها أيضا في شكل العروض المسرحية اللي بتقدم، يمكن خلال العشر سنوات اللي فاتت احنا شفنا تطور كبير جدا في شكل المسرح الشبابي والأجيال المختلفة. مهرجان المسرح التجريبي يفتتح دورته 30 في القاهرة بمشاركة عربية وعالمية واسعة. تهدف هذه الدورة إلى تقديم العروض المتنوعة والتي تهدف إلى إثراء المكتبة العربية بتجارب مسرحية متميزة. لبرنامج صباح الخير يا عراق، رشا محمد، القاهرة.